اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من شبكه وصناره من المنيا. هعمل النهارده طبقين، اول طبق هيكون جمبري بالزبيب والزبادي، تاني طبق هيكون جمبري مخبوز بالتوست. شوف الطريقه والمكونات، يلا بينا. اول طبق الجمبري بالزبادي والزبيب، نقول على المكونات: بودره ثوم، بصل، زبيب، ليمون، جمبري، كرفس مفروم وزبادي. طبعا هستعمل زيت وهستعمل ملح وفلفل وهسوي الجمبري. نبتدي اول حاجه نسوي الجمبري. طبعا ده طبق سلطه يتقدم بارد يعني المفروض، لكن لو تحبوا حضراتكم ان هو يتقدم سخن مفيش مشكله خالص. ناخد الجمبري هنا كده، نعلي النار سنه، تمام. محتاج شوكة أو معلقة، نقدم كده. الزبيب طبعا مش هحطه على النار خالص، أنا بس الزبيب هيبقى في الآخر، وبعدين اللي هيبقى بس محتاج يستوي على النار الجمبري. هديله كده شوية من الفلفل، تاخد راحتها الطاسة على ما أكون أنا جهزت الدريسنج اللي هو هيبقى بالزبادي. هاخد الزبادي في معلقة هنا، وبعدين هزود عليه بقى شويه من الكرفس وشويه من البصل. هو سلطه فاحنا محتاجين ان احنا نخلي كل حاجه على قد ما نقدر تبقى نيه. دي الجمبري لسه النار بتسخن، هناخد شويه كده صغيرين من البصل. البصل لو في حد عنده مشكله في البطن، بيحصل له انتفاخ او حاجه، يبقى بلاش نحط البصل ني، نخلي البصل ايه مع الجمبري هنا يكون كده يتشوح سنه مع الجمبري وهو بيستوي، بس برضو مش عايز اسويه قوي، هخليه بس كده يدوب حاجه بسيطه. تاخد وقت شويه على ما تسخن، علشان بتبقى القاع بتاع الطاسه لما بيكون سميك بتاخد وقت على ما تسخن. طول ما احنا ما بنحمرش يعني مش محتاجين ان هي تشرب زيت، مش قلقانين من الموضوع ده، فتاخد وقتها براحتها. حط معلقه صغيره من الليمون، وهحط شويه صغيرين كمان هنا من بودره الثوم، وبعدين زيت زيتون. طبعا زيت الزيتون في السلطات بيبقى احسن كتير من انه يتسخن. حط شويه صغيرين كده، وبرده شويه كمان من الكرفس. على فكره الكرفس مفيد جدا 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 جدا، بينقص الوزن وبيجاري دورة دموية، فوائده كتير قوي. شوية كمان هنا، عملت أنا كده ليه؟ بخلي كل النكهات تبقى تمتزج مع بعض، يعني هنا البارد والسخن. الزبيب ده آخر حاجة خالص حط على الوش. أحتاج بقى مضرب صغير، يعني أنا عاملها نقدر نقول شبه دايت، مش دايت قوي طبعا لاني استعملت زبادي. عايزين تخلوها بقى سميكه ممكن نستعمل مايونيز. زود زيت تاني. حلاوه زيت الزيتون بقى ان هو يعني خفيف، اخف من الزيوت التانيه، لكن الحاجه الوحيده ان هو بس ايه ما بيسخنش قوي، يفضل ان احنا ما نسخنوش قوي. طبعا الجمبري مش هياخد دقيقه او دقيقتين ويبقى ايه استوى، بس طبعا الطاسه ما كانتش سخنه قوي، فانا هديله شويه وقت كمان علشان البصل يستوي معايا. قلب دي تقليبه كويسه كده، هدوق واشوف شكلها كده ممكن تكون محتاجه ملح، ما حطيتش ملح خالص، محتاجه شويه ملح طبعا. خلاص كده الدريسنج جاهز، نشوف الجمبري. معلقه خشب عشان ما بوظش الطاسه. دلوقتي زي ما حضراتكم شايفين الطاسه نشفت، مسكت نفسها. هعمل ايه بقى؟ هسيبها زي ما هي كده، واقول لحضراتكم على طريقه لذيذه قوي علشان انا عايز اطلع البهاريز دي كلها. سخنها على الاخر، ولسه عندي بقيه الليمون. الليمون ينفع والخل ينفع، الحاجات دي هتبقى هتلم كل اللي جوه ده اللي هو اللي شوفوا حضراتكم اللي لازق ده. نحط هنا كده الليمون ونسيبه بقى ايه يتبخر.
بس اهم حاجه بالراحه كده بالكبشه او بالمعلقه الخشب نطلع كل اللي لزق ده. واخر حاجه شويه ملح صغيرين، انا حطيت ملح في دريسنج فمش عايز يبقى ملح كتير. ادي كده الجمبري، الجمبري الصغير بس ايه ساعات لونه ما بيغيرش قوي، لو سبته اكتر من كده وابتدى يقرمش من بره هيبتدي يقرقش جامد، فهو دلوقتي كده مستوي مظبوط. عايزين بقى ايه طبق طيب هنعمل حاجه، نحط شويه من الدريسنج الاول علشان عايز الجمبري بس يبقى باين قدام حضراتكم ومش شايفين الطبق فيه ايه. معلقه نحط شويه من الدريسنج تحت في الطبق وشويه كمان فوق الجمبري وبعدين نحط عليه الزبيب. عايز اقول لحضراتكم حاجه، لو عايزين تخلوا شكل الاطباق دايما حلوه، يعني انا بشوف على على السوشيال ميديا وعلى على كذا يعني على الانترنت عامه الناس بتبعت لي صور بيبقوا حاطين كميه كبيره جدا من الاكل مخليني مش شايف الاكل، فلو عايزين تصوروا خلوا دايما الاكل يبقى قليل قوي في الطبق يطلع شكله حلو. يعني هي الفكره فكره بس ايه ترتيب الطبق يبقى عامل ازاي. الطبق بيتملي مثلا حد بيبقى عامل فرخه روستد وشكلها تحفه لكن طالعه من الطبق من هنا ومن هنا ومن هنا فمبيبقاش شكلها كويس قوي. لو حطيناها في طبق اكبر او صغرنا الكميه بتاعتها وحطيناها في نفس الطبق هيبقى شكلها احسن كتير. ايه دي الجمبري اهو، مش عايز بقى اسيب حاجه خالص في الطاسه علشان كل البهاريز دي تبقى موجوده في الطبق. اهم حاجه يبقى باين الجمبري، هاخد معلقه تانية من الدريسنج. وبعدين الزبيب حوالين الطبق كله كده. وادي ليمون بما انها سلطة فنقدر نخليها سلطة. ادي كده اول طبق سلطة جمبري بالزبادي والزبيب. هطلع فاصل وهرجع اعمل مع حضراتكم جمبري مخبوز بالتوست والجبنة، خليكم معايا بعد الفاصل. رجعت لحضراتكم بعد الفاصل، عملت الاول سلطه جمبري بالزبادي والزبيب. هنعمل دلوقتي بقى جمبري مخبوز. نقول على المكونات: جبنه موتزاريلا، بقدونس، جمبري، توست، جبنه مبشوره، بصل، ثوم، وليمون. طبعا هستعمل زيت زيتون او زيت وملح وفلفل، لكن مش هزود الملح وفلفل قوي علشان في جبن كتير. طيب احنا ليه بقى بنعمل الجمبري المخبوز ده؟ سببين. اول سبب طبعا الجمبري يعني ما بقاش في متناول كل حد دلوقتي، فلو قدرنا نجيب جمبري ونخبزه فهيبقى هيزود الكميه وهيشبع اكتر وهيدي نفس الطعم. والحاجه الثانيه علشان لو عندنا توست بقاله مثلا 3 4 ايام وابتدى ينشف نضربه في الخلاط ويبقى ايه ما رميناش حاجه، عشان قصه ان احنا نرمي حاجه دي انا شخصيا يعني بحبش ارمي حاجه خالص. يعني اي حاجه بشتريها احب اكلها او اخترع بيها اكله جديده علشان تبقى ايه نبقى دايما بنجدد وما بنخسرش حاجه عشان ما بقاش ايه الحاجه بتترمي. هسوي الجمبري 3 ارباع سوا وبعدين هكون مولع الفرن علشان محتاج ان الجبنه تسيح. يبقى الاول احط كده البصل معلقه كبيره والثوم معلقه نص معلقه كبيره يعني معلقه صغيره، شويه صغيرين من الملح، مش هزود ملح قوي زي ما قلت لحضراتكم علشان دلوقتي في موتزاريلا وفي شيدر، فمعنى كده ان احنا مش عايزين نزود الملح. والجمبري لسه زي ما هو احط عليه ليمون عشان يبقى ايه اتبل. لو سيبنا الجمبري ده في الليمون 10 دقايق ممكن ناكله هيبقى استوى، يعني ده غير ان هو بيتاكل ني سوشي والحاجات دي، بس طبعا مش اي جمبري اللي بيتاكل ني. لو هناكل جمبري ني نعرف كويس قوي انه يبقى حاجه اسمها سوشي جريد، يعني سوشي جريد يعني يصلح ان هو يتاكل ني، بيبقى متخزن بطريقه معينه وبيبقى ما تجمدش، يعني ليه قصص كتير قوي. يعني
يا دوب كده يتشوح البصل والثوم سنه. اللي عمل الصوت العالي ده الليمون، انا حطيت ليمون، ليمون على زيت سخن او ميه على زيت سخن بيعمل صوت الطشه الجامده دي. علي النار بقى، وبعدين فلفل اسود، وزي ما قلت لحضراتكم انا بسوي نص سوا او ثلاث ارباع سوا لاني هخش الفرن، فالجمبري بالذات لما بيستوي قوي ما بيبقاش كويس، يعني بيقرقش كده، بيبقى خسرنا الطعم الحلو اللي فيه، المفروض يبقى طري وجوسي كده ولذيذ كده. يا دوب اول لما هشوف بس ان لونه ابتدى يغير سنه، معنى كده ان هو بقى من نص سوا لثلاث ارباع سوا. قليب اخيره كده وفي الطاسه على طول، او في الصينيه اسف. والجبنه المبشوره، يعني احط شويه من نص الجبنه المبشوره واقلبهم معاه، واحط شويه برضو على الوش حبه كده. دي الفكره اللي بقول لحضراتكم عليها، ان احنا نزود الكميه ويبقى نفس الطعم. يا سلام بقى لو في مثلا شويه بطاطس مسلوقه، كوسه مسلوقه، يعني ممكن نبتدي نبتكر. انا بحاول بس يعني ادي لحضراتكم الافكار، واللي بقى كل واحد يبتدي يجود يظبط الحاجه اللي بيحبها. يعني انا مثلا بموت في الكوسه والجزر، لو انا كده هاكل انا الاكله دي هحط عليها شويه جزر وكوسه. الكوسه مش لازم تبقى مسلوقه، لكن الجزر يفضل ان هو يتسلق. اعتقد ان كده كميه البقسماط او التوست كفايه. على فكره البقسماط ينفع برضه، يعني لو ما عندناش توست ممكن نعمل بقسماط، مش لازم عيش توست كمان، ممكن اي عيش عندنا ناشف نضربه في الخلاط، يعني نحمصه الاول سنه وبعدين نضربه في الخلاط، هيدي نفس النتيجه. والجبنه الموتزاريلا، والبقدونس. اكله حلوه وفيلنج، يعني فيلنج يعني بتملى، يعني عيش بقسماط تلاقوها مالت جامد في الاكل. هيتحط قد ايه بقى في الفرن؟ هيتحط لحد لما الجبنه تسيح ويبتدي البقسماط او التوست اللي فوق ده يعمل لون ذهبي كده، اللي هو ايه اللون اللذيذ. درجه حراره نقول مثلا من 180 ل 200، ولو عندنا الشوايه نشغل الشوايه، لو عندنا الشوايه نرفع الصينيه لفوق، فالنار بتيجي من تحت لفوق وتعمل نفس النتيجه. طبعا انا بكون مجهز نسخه منه، او يعني بكون مجهز نفس الطبقه بالظبط بس عشان الوقت. يبقى النهارده عملت في الجزء الاولاني من الحلقه جمبري بالزبادي والزبيب، وعملت معاه جمبري مخبوز بالتوست. الف هنا وشفا، نشوفكم في حلقه جديده من المنيا. باي باي.